لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وأعنا على ذلك، وفقنا وتقبل ذلك منا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن كتاب الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا تكلمنا على سنن الصلاة قبل الدخول فيها، ثم سنن الصلاة داخل الصلاة، وقسمناها إلى أبعاد وهيئات. والأبعاد هي التي تجبر بسجود السهو، والهيئات هي التي يحتاجها الإنسان ولكن إذا نسيها لا يسجد لها للسهو. ومن بين هذه الهيئات الاستعادة، قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة، هذه أيضا من السنن الهيئات في الصلاة. إذا نسيت الاستعاذة لا تسجد للسهو وصلاتك صحيحة، لكن لا تأخذ ثواب الاستعاذة. ويسن الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة يسن الاستعاذة، هذا على مذهب السادة الشافعية. يقول: والاستعاذة أي الاستجارة إلى ذي منع على جهة الاعتصام به من المكروه. معنى الاستعاذة أن تعتصم بذي منع، بذي منع يعني بذي قوة من مكروه تخاف، اسمك تعوذ بهذا القوي أو بهذا العظيم أو بهذا الشيء الذي يمنع عنك المكروه. وهي سنة في كل ركعة، سنة في كل ركعة، لأن في بعض المذاهب قالوا يكفي في الركعة الأولى بس الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وبقية الركعات لا تحتاج. الشافعية ذهبوا إلى استحبابها قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وهي سنة في كل ركعة. طبعا الاستعاذة وقتها بيأتي بعد دعاء التوجه، بعد دعاء التوجه اللي هو اسمه يسموه دعاء الاستفتاح، يعني بعد تكبيرة الإحرام بتقول دعاء الاستفتاح. أدعية كثيرة واردة، من اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعدين نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ في الفاتح. وفي أدعية توجه تانية زي مثلا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الآية أنا أول المسلمين ده للنبي، وإنت ما بتقولها بتقول وأنا من المسلمين، وبعدين تستعيذ وتقرأ الفاتح. أو تقول برضو الله أكبر تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثلاثا هكذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، كده استعذت مع الدعاء، وبعدين تبدأ في الفاتحة بقى. يعني كل دي أدعية إيه ممكن الإنسان يقولها، طبعا للمنفرد والمأموم، أما المسبوق فلا تسن له أدعية الاستفتاح، لكن إيه يبدأ في الفاتحة على طول عشان يدرك الفاتحة قبل ركوع الإمام. مش لو أنت مسبوق والإمام واقف بيقرأ، ما تجيش بقى تشغل نفسك بدعاء الاستفتاح، وعلى ما تيجي تشرع في الفاتحة يروح الإمام قايل لك الله أكبر ويركع ويدعي عليك قراءة الفتح. يبقى المسبوق يبدأ في الفاتحة على طول، يستعيذ يكبر ويستعيذ ويبدأ في الفتحة على طول، هذا المسبوق كويس علشان يدرك قراءة الفاتحة خلف الإمام قبل الركوع. وهي سنة في كل ركعة لأنه يبتدئ في كل ركعة قراءة. ليه سنة في كل ركعة؟ لأن كل ركعة فيها قراءة بيبتدئها،
وهي وردت لي لأن القرآن بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي فإذا أردت قراءة القرآن وشرعت فيه فاستعذ بهذا الأمر، فأنت في كل ركعة تشرع في قراءة القرآن، يبقى تسن في كل ركعة طبعا. والأولى آكد، والركعة الأولى آكد من أي ركعة أخرى، هي مطلوبة في كل ركعة، لكن هي أشد طلبا في الركعة الأولى للاتفاق عليه، للاتفاق عليه بين كل المذاهب قالوا الاستعادة في الركعة الأولى، الأحناف اكتفوا بالركعة الأولى، والشافعية قالوا في كل ركعة، ولكن هي أشد استحبابا في الركعة الأولى لاتفاق جميع مذاهب المسلمين على استحبابها وطلبها في الركعة الأولى. تفوت إمتى الاستعادة بالشروع في القراءة؟ يعني افرض أنت قلت الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعدين افتكرت أنك أنت ما قلتش أعوذ بالله، خلاص فات وقتها، كمل بقى، يبقى تفوت بالشروع في قراءة الفاتحة. إذا شرعت في قراءة الفاتحة ما ترجع لهاش بقى، لأن قراءة الفاتحة ركن، والعلم بيقول لنا أننا ما تركش الركن من أجل سنة، طالما شرعت في ركن ما تركوش من أجل سنة، مش كده برضو؟ يبقى أنا كده لو قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ودخلت في الفاتحة ما استعذتش ما رجعش. يعني لو بسمة ما احنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الفتح، يبقى هو شرع كده في الفاتح كويس، يبقى إذا شرع في القراءة فات وقت الاستعادة، يبقى الاستعادة مطلوبة، لكن دعاء الاستفتاح بيستثنى مش مطلوب في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة بتبدأها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد التكبيرة الأولى تبدأها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم الفاتح، لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح. واضح؟ يبقى دعاء الاستفتاح يطلب من الإمام ومن المنفرد ومن المأموم إذا بدأ مع الإمام صلاة أو عنده وقت طويل، عارف أن الإمام ده بيطول، هو داخل وراء إمام أصلا بيطول، عارف كده، زي في رمضان في بعض الأئمة بيبقى عارف أنك أنت ده بيقرأ جزء قرآن، ده بيقرأ ربع من القرآن، فأنت عارف أنه بيطول، فإذا كنت عارف بيطول ما جراش حاجة الاستعاذ أو الاستفتاح وتبتدي كله. لكن لو انت ما تعرفش ان الامام ده بيطول ولقيته شرع في القراءة وانت كنت مسبوق، يبقى لا يسن لك انك انت تنشغل الا بالفاتحة لفرضيتها عشان تدرك الفرض قبل ركوعه. فهمت؟ وتفوت الاستعادة امتى؟ بالشروع في القراءة ولو سهوا. ولو شرعت في قراءة الفاتحة ناسي الاستعاذة برضو ما ترجع لهاش، يبقى سواء تعمد الشروع في القراءة قبل الاستعادة أو قرأ بدأ في القراءة ناسيا برضو ما يرجعش للاستعادة، في الحالتين ما يرجعش للاستعادة. والاستعادة يسر بها في الصلاة الجهرية، يسن في الاستعادة أن يقراها سرا في الصلاة الجهرية، يعني ما يعلي الصوت فيه. تعرف الصلاة الجهرية زي ركعتي الصبح فرض الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء، وفي صلاة التراويح في رمضان وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، دي الصلوات الجهرية المعروفة اللي الواحد بيجهر فيها في الصلاة، يبقى ما يجهرش في الصلوات الجهرية بالاستعادة، يعني يقولها في سره ثم يبدأ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتح. يبقى ويسر بها في الصلاة ولو جهرية، ولو كانت هذه الصلاة إيه؟ جهرية. طب افرض جهر الإمام في بالاستعاذة، صلاته صحيح لكن خالف السنة، لكنه صلاته صحيح كويس، وننبهه في الآخر نقول له بعد الصلاة يا إمام يعني لا تجهر بالاستعاذة، قولها سرا وبعدين إيه؟ اجهر بالصلاة بالفاتح، يعني مش قضية، يعني نعملها قضية مع الإمام وتبقى صلاة شغلانة بطلة وتعالى نعيد الصلاة، لا، لأنه حتى لو أصر في الصلاة الجهرية صلاته صحيحة برضه، يعني لو جه صلى معاك المغرب الإمام وانتظرته إنه يعلي صوته في الصلاة لقيته قاعد بيقرأ سرا، خلاص الصلاة صحيحة وتنقضي الصلاة على الصحة ولا يسجد للسهو كمان. وبعد الصلاة قول له إن في جهر، يقول لك ده أنا نسيت ما خدتش بالي، أو أصلا الحنجرة بتاعتي تعبانة النهاردة فاضطريت ان انا اسر، ما يجراش حاجه ما يجراش حاجه. في ناس بتبدا الفاتحه جهرا بالحمد لله ويسر بالبسمله، ده مش مذهبنا احنا الشافعيه، الشافعيه مذهبهم ان هم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم لانها ايه من الفاتحه، ولو لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عندنا واسر بها وقرا صلاته صحيحه مع الكراهه،
كويس. إذا أسر ببسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الحمد لله جهرا يبقى كده مكروه عندنا. وما نقولش بطلة ليه؟ لأنه أراها قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالها في سره. لكن لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم خالص وقال الحمد لله على طول، صلاته بطلة، لأنه كأن الفتحة ناقصة آية، كأنه الفتحة عندنا ناقصة آية. فهي خلاف بين مذاهب المسلمين. احنا بنشرح مذهب الشافعي. مذهب الشافعي عندهم البسملة آية من الفاتحة، يجهر بها عند الجهر بالفاتحة ويسر بها عند الإسرار بالفاتحة، ولو لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة. وبالتالي الإمام يسن له أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولو لم يكن شافعيا، خروجا من خلاف الشافعي، وحتى لا يحرج الشافعي الذين يصلون خلفه. يبقى من أدب الإمام أنه يراعي مذاهب المأمومين اللي وراه، ما يلزمهمش بمذهبه. يقوم هو يجهر بالبسملة ليه؟ عشان يراعي كل مذاهب اللي وراه. فيبقى اللي قال يسر ما يتضايقش لأنه سمعه قالها، واللي قال انه يجهر يبقى جهر ويبقى استريح لانه كده اطمئن انه عمل السنه عنده، وبالتالي تبقى صلاته صحيحه على كل مذاهب المسلمين، لان الامام لازم يراعي ان تبقى صلاته صحيحه على كل مذاهب المسلمين، لان بيصلي خلفه طوائف شتى. يخش واحد مثلا مالكي وراه، واحد ارى المذهب الحنفي، واحد ارى المذهب الحنبلي، وبعدين يجي يلاقيه كده ما يكونش عارف الا مذهبه بس، فيعمل مشكلة. يعني لو واحد مش دارس إلا الشافعي بس وجاء صلى خلف إمام يقول الحمد لله يا رب العالمين، زي في ماليزيا، لما تروح ماليزيا أو أندونيسيا أو البلد دي ما يعرفوش إلا المذهب الشافعي. فلو جام قدموا واحد يصلي بيهم في الصلاة وبعدين قال الله أكبر والحمد لله رب العالمين وجارش من البسملة، يعيدوا الصلاة لأن ما يعرفوش إلا المذهب الشافعي ويعتبروا الصلاة بطلة، فيعمل بلبلة ملهاش لازمة. هو ما يبسمل يجهر عادي ويحل الإشكال. كنا بنصلي خلف ائمه ملكيه وكانوا يجهروا بالبسمله، زي الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله، امام الجامع الازهر، توفي رحمه الله. كان اما يصلي طول عمرنا كنا نحضر دروسه، وكان اما يجي يصلي يجهر بالبسمله، وكان يقول ان اباه كان يجهر بها. ابوه كان ملكي، وان جده كان يجهر بها، وجده كان ملكي، هو أب يعني ابا عن جد ملكيه بقى لهم يجي 800 سنة. شوف قد ايه، كلهم مشايخ في الازهر. يقول لك كانوا كلهم يجهروا بالبسملة مراعاة لخلاف الشافعي ومراعاة للمأمومين خلفه. يبقى الإمام لما بيبقى نظره واسع للأمور بتجد إن صدره يسع الناس كلها ويسع مذاهب المسلمين كلها. يبقى ويسر بها في الصلاة ولو جهرية، وكذلك دعاء الافتتاح يسر به برضه. يعني دعاء الافتتاح انت بتلاقي الامام بعد تكبيرة الاحرام يقعد ساكت شوية كده، مش كده؟ وبعد ما يسكت شوية كده فترة يبتدي ايه؟ يقرأ في الفتح. السكوت بتاعه ده بيبقى بيقرأ فيه دعاء الافتتاح وبيقول فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمت بقى؟ افرض انت مش قادر تحفظ اي دعاء افتتاح، واخد بالك؟ زي واحد عمي ما بيعرفش يحفظ، ما بيعرفش يقرأ، سهل بعد ما يكبر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ في الفتح. سهل، كل الناس حافظة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دعاء حلو جميل. ممكن يقول الله أكبر وبعدين الله أكبر وكبير، الحمد لله كثير، سبحان الله بكرة وأصيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشرع في الفتح. كل دي عشان يشغل فترة صمت الإمام، ما يقعدش هو واقف ايه مستني يقوم يسيب نفسه فريسه للوساوس والمشاغل اللي في ذهنه، لكن يشغل نفسه في الصلاه بالذكر باستمرار علشان ياخد نفسه من نفسه بدل ما يترك نفسه فريسه لهذا. وكذلك دعاء الافتتاح يبقى يسر بالاستعاذه ويسر بدعاء الافتتاح بخلافه خارج الصلاه. بخلاف الاستعاذة لو هتقرأ خارج الصلاة بتجهر بالاستعاذة خارج الصلاة. لما تقرأ لو هتقرأ انت زي المقرئين كلهم انت بتسمعهم يقول بصوت عالي ايه خارج الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ في الايه في القراءة بتاعته. يبقى خارج الصلاة يسن الجهر بالاستعاذة، وداخل الصلاة يسن الإصرار بالاستعاذة. واضح؟ بخلافه خارج الصلاة فإنه على سنن القراءة، إن جهرا فجهر وإن سرا فسر.
لو انت هتقرا سرا خارج الصلاه فانت هتسر بالاستعاذه، هتقرا جهرا خارج الصلاه هتجهر بالاستعاذه، يبقى على حسب هتقرا في اي سوره. ولو لم يمكنه احد الامرين الافتتاح او التعوذ اتى به محافظه على المامور به ما امكن. افرض انت الوقت اللي انت هتقرا فيه الفاتحه وقت ضيق خلف الامام، او انت نفسك وقتك ضيق عايز تصلي بسرعه عندك ميعاد، فمش عايز تقول دعاء الافتتاح، هي او عايز تقول يا دعاء الافتتاح يا الاستعاذه، نختار ايه فيهم؟ اختار الاستعاذه لانها سنتها اوكد. سنه الاستعاذه اشد تاكيدا للامر بها في القران، مش كده برضو؟ يعني لو انا هختار بين دعاء الافتتاح والاستعاذه عايز اقول ايهما بسبب اي عذر، بتعب من الكلام، مرهق، وقتي ضيق، مش عايز اطول على المامومين، اي شيء من هذا اختار ايه؟ الاستعاذه للامر بها، لوجود الامر بها في القران يعني. ولا يسن التعوذ الا بشروط الافتتاح السابقه، زي ما قلت لك لا يسن التعوذ الا بشروط الافتتاح السابقه. احنا قلنا في شروط الافتتاح السابقه نقولها علشان احنا يعني بقالنا كتير كنا واخدين اجازه نقوم نفتكرها مع بعض، اللي هو التوجه. بيقول الشروط ايه؟ ان يكون في غير صلاه الجنازه، ولو على القبر بخلاف التعوذ فانه يسن في صلاه الجنازه. يبقى اول شرط مطلوب في القنوت بقى في التوجه، لكن في الاستعاذه مستثنى اللي هي صلاه الجنازه. قلنا صلاه الجنازه مش مطلوب فيها دعاء التوجه اللي هو دعاء الافتتاح، لكن يبدا بعد تكبيره الاولى في صلاه الجنازه باعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالفاتح. والا يخاف فوت وقت الاداء. الشرط الثاني ده مهم. افرض انك انت بتصلي الصلاه في اخر لحظه، يعني خلاص المغرب هتبدا وانا ما صليتش العصر، وعايز ادرك ركعه من العصر قبل ما اذان المغرب يبدا عشان الحق العصر، لان لو ادركت ركعه قبل غروب الشمس فقد ادركت العصر. فانا اذا ضاق الوقت في الحاله دي اترك بقى دعاء الافتتاح، واترك حتى الاستعاذه، واترك حتى السوره بعد الفتح. شوف حتى السوره بعد الفتح اتركها كمان. ليه؟ لان انا عايز اقرا الفتحه واركع وارفع واسجد سجدتين واقعد بينهم قبل ما الاذان ياذن للمغرب عشان ندرك ركعه كامله. يبقى اذا ضاق الوقت اترك الحاجات دي، منها حتى اترك التعوذ. شوف قد ايه اذا ضاق الوقت. والا يخاف الماموم فوت بعض الفتح. انا دخلت لقيت الامام بتاعي راجل ايه بيقولوا عليه ابو سريع السريع، يعني يا دوب الله اكبر ورا بعضه، تلاقي نفسك ايه تقرا الفتحه بنفس واحد، لو خدت نفس وسط الفتحه مش هتدرك الركعه. في ناس كده ائمه كده. فاذا كنت انت عارف ان الامام ده من النوع ده وبعدين ادركته بعد ما كبر وقرا كمان الفتحه وشغال في الصوره، يا دوب بيقرا الصوره ايتين ويركع، يبقى انت في الحاله دي حتى تترك الافتتاح وتترك الاستعاذه وتبدا بالفتحه على طول. ليه؟ علشان خايف ايه؟ عدم ادراك قراءه الفتحه كامله قبل ركوع الامام. واضح؟ يبقى في الحالات دي هترك حتى الاستعاذه. والا يدرك الامام في غير القيام، فلو ادركه في الاعتدال لم يفتتح. يعني ايه؟ انا ادركت الامام وهو بيقول سمع الله لمن حمده، يبقى انا هقول الله اكبر وسمع الله لمن حمده، مش هقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص. لان احنا قلنا الاستعاذه بتسن امتى؟ قبل القراءه، وانا هنا مش هقرا. او انا ادركت الامام مثلا في السجده او في التشهد او في شيء من هذا، يبقى في الحالات اللي زي دي سقط وقت ايه؟ مفيش وقت للاستعاذه، لان الاستعاذه بتبقى قبل القراءه. وطبعا الشرط الاخير الا يكون قد شرع في قراءه الفاتحه، يبقى فات وقت الاستعاذه ما يرجع لهاش. زي ما قلنا الا يشرع في قراءه الفاتحه ولو سهوا، فما يرجعش بقى للاستعاذه لان فات وقتها قبل قراءه الفاتحه. ويسن ولو بعد جلوس الماموم مع الامام، فلو جلس معه ثم قام بعد سلامه أو قيامه معه تعوذ، لأنه للقراءة ولم يشرع فيها. يعني افرض أنك أنت أدركت الإمام في التشهد زي ما قلت لك، أنت هتقعد خلاص مش هتتعوذ، وبعدين لما تيجي تقف تجيب الركعة بقى هيبقى بالنسبة لك أول قراية دلوقتي، يبقى تتعوذ ويكررها في كل إيه؟ صلاة، في كل ركعة. ومثل القراءة بدلها، فإذا عجز عن الفاتحة وانتقل إلى غيرها من القرآن تعوذ. احنا قلنا في قراءة الفاتحة لو عجز عن الفاتحة بسبب عجزه عن حفظها مثلا، زي واحد حديث عهد بإسلام وعايز يصلي وحاولنا نحفظه الفاتحة لغته مش ماشي، عايز لسه لسانه يلين على ما يتعلم، بس هو مطلوب انه يصلي،
يبقى عاجز عن الفاتحة تماما، يبقى نقول له ايه؟ قول ذكر بدلها. فهيقول ذكر بدل الفتحة. تقول له بس اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدد حروف الفتحة. تكون انت عادل، هيقول الحمد لله كم مرة ويقولها بعدد حروف الفتحة. او هيقول مثلا اي ايات من القرآن هو حافظها سهلة على لسانه عن الفتحة. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سهلة عليه بالنسبة له عن الفتح. يبقى يكررها بعدد ايات وحروف الفاتحة. وفي الحالة دي طالما هيأتي ببدل الفاتحة سواء ذكر أو قراءة يسن له الاستعاذة قبلها. يسن له الاستعاذة قبلها حتى لو هيقرأ بدل الفاتحة. واضح؟ ولو عجز عن القرآن وأتى بدعاء أو ذكر أو ذكر تعوذ أيضا على المعتمد، خلافا للإسناوي. الإمام الإسناوي قال طالما هيلجأ إلى ذكر فالاستعاذة مش مطلوبة، لأن الاستعاذة مطلوبة إذا شرع في قراءة القرآن وهو مش هيقرأ قرآن، يبقى الاستعاذة مش مطلوبة. ده رأي الإمام الإسناوي. كويس. لكن المعتمد في المذهب، الإسناوي شافعي طبعا، لكن المعتمد في المذهب والفتوى على انه يسن له ان يستعيذ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بشيء فاتوا مما امرتكم ما استطعت، مش كده برضه؟ فهو اذا استطاع الاستعاذه فده وقتها، وعجز عن القراءه فاستبدلها بذكر. فهمت ازاي؟ يبقى عمل ايه؟ على قدر طاقته من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده المعتمد عندنا خلافا لكلام الإسناوي انه يستعيذ حتى ولو لجأ الى الذكر بدل الفاتح. واضح؟ وعموم كلام المصنف يشمله. وان قيد الشيخ الخطيب، الخطيب الشربيني، بقوله للقراء، لان الخطيب الشربيني في شرحه قال ايه؟ اذا يتعوذ للقراء، فربما يوحي اللفظ ده انه لو لم يكن للقراء لا يتعوذ اذا كان للذكر. لكن كلام الإمام الخطيب الشربيني يقصد للقراءة مطلقة سواء قرآن أو بدل القرآن، في عندنا العكس. والاستعاذة بعد التوجه، بعد التوجه اللي هو دعاء التوجه اللي هو الاستفتاح، أي إن أتى به. طبعا الاستعاذة بعد التوجه لو جاء بدعاء التوجه، لو ما يعرفش دعاء التوجه خلاص. وبعد تكبير صلاة العيد أيضا، أنت عارف صلاة العيد بيكبروا في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، مش كده؟ وخمس تكبيرات في الركعة الثانية. يقوم يعمل إيه؟ يستعيذ بقى بالله بعد التكبيرات كلها، يبدأ يستعيذ ويقرأ الفاتحة بقى. ده في صلاة العيد. أي إن أتى به، ده بالنسبة للتوجه، وبعد تكبير صلاة العيد أيضا. ويسن سكتة لطيفة بين التوجه والتعوذ. يسن سكتة لطيفة يعني يلقط نفسه كده بين دعاء التوجه وبين التعوذ، وبين التعوذ والقراءة سكت لطيف، يلقط نفسه، مش يقرأ كده مكربك كله بنفس واحد، يعني ياخد يلقط نفسه. ويسن سكتة لطيفة بين التوجه والتعوذ، كما تسن بين التحرم والتوجه، وبرضه بين تكبيرة الإحرام الله أكبر يلقط نفسه، وبعدين يقول إيه؟ وجهت وجهي الذي فطر السماء، الله اكبر. تلاقي في ناس كده تخش في الصلاه هو نفسه مش مدرك بيقرا ايه ورا بعض، لا بالراحه عشان حتى يدرك هو بيقرا ايه، ويبقى ما بينهكش، ويبقى كده متلذذ بالقراءه وبيتنعم بيها وبيتفكر فيها، بيدي لنفسه فرصه. وبين التعوذ والبسمله وبين الفاتحه وامين، وبرده بعد ما يقول ولا الضالين امين، شوف سكته لطيفه، شو لا للضالين امين بالراحه، تدي لنفسك نفس عشان تقول امين كمان بنفس تمدها. وامين عندنا احنا فيها مد بدل في الاول وبعدين مد عارض للسكون في الاخر مين، يبقى عندنا امين، مش زي اللي طالعين اليومين دول بعض الشباب يقول لك امين. سمعتهم؟ أنا بسمع. سمعتوهم أنت؟ طالعين فيها كده، ما أعرفش طالعين فيها ليه، لأن ما تعلموش العلم على المشايخ. هو أراها أمين كده وما عندوش ما عندوش بدل أصلاً في قراءة الكوفيين لو الفاتحة على السطر. في قراءة الكوفيين اللي هو ما يعرفش إلا قراءة حفص في القرآن بس، ما قراش بقية القراءات. فلما يقرأ أمين ما عندوش مد بدل أبداً عند الكوفيين. مد البدل ده عند ورش عن نافع. وكانت معظم قراءة النبي مد كان يقرأ بيها، فالصحابة كلهم وأيام النبي كانوا كلهم يقولوا آمين على نمط قراءة المد اللي هو مد البدل.
وبالتالي بتستثنى قراءة آمين بس، حتى لو لم يقرأ بورش يقرأها بمد البدل للاتباع. فهمت ازاي؟ لأنه هو طبعا مش متعلم مد البدل في قراءة ورش عن نافع، وهو ما عندوش معلومات، فبيعتمد على مخه لكن مش بيعرف. وبعدين بيبقى مخون عوام المسلمين على مر العصور، يقول لك الله ده الناس دي جهلة، بقى لهم قرون بيقولوا غلط، أنا بس اللي اكتشفتها غلط. الناس دي مش جهلة، الناس دي شافت أبائها وأجدادها، واخد بالك، بيصلوا كده بقى لهم قرون، فأكيد أنا اللي مش فاهم. أروح أسأل بقى، أقول لهم أنتوا بتمدوها ليه؟ أنا مش ملاحظ في إن في هنا مد، ما في، يروح يسأل الشيخ. يوم الشيخ إذا كان عنده علم هيرد عليه. فيبقى اللي بيقول لك آمين ده، واخد بالك إزاي، غلطان. يقول آمين يريحها كده، يسموه مد بدل، خدت بالك؟ وبعد ما يقول آمين يسكت لحظة كويس ويقرأ السورة. بعض الشافعية قالوا اللحظة دي على قدر قراءة المأموم للفتحة، لكن لا يشترط على قدرها. يعني يسكت كده شوية ويبدأ بعد كده يشرع في قراءة السورة، وبرضه سكتة لطيفة بعد قراءة السورة قبل تكبيرة إيه؟ الانتقال للركوع. كل دي سكتات مطلوبة في الصلاة، وبين آمين والسورة، وبين السورة وتكبيرة الركوع، فهذه ست سكتات تسن في الصلاة، وكلها بقدر سبحان الله، إلا التي بين آمين والسورة فهي في حق الإمام في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتح. طبعا الشافعية هم اللي قالوا كده، لأن الفتاح الشافعية عندهم المأموم لازم يقرأ الفتح، فقال لك الحتة دي بس طولها شوية كده، خلي الناس اللي واقفين حتى يقرأ الفتح. لكن المالكية والأحناف بيقرأ على طول، لأنه ما عندوش المأموم يقرأ فتح، فيما جهر فيه الإمام لا يجهر، لا يقرأ المأموم الفاتح. فلما بتصلي خلف إمام مالكي ولا حنفي تلاقي بعد ما بتقول آمين يشتغل على طول في السورة، ما يسكتش. بس أنت شافعي تقرأ برضه، ملكش دعوة، لأن أنت عندك الفاتحة ركن في صلاتك. فهمت؟ ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أو دعاء سرا. يسن للإمام في السكتة دي اللي هو قاعد مستني المأموم يقرأ الفاتحة، ما يقعدش بقى ساكت كده يفكر في همومه، لا، يشغل نفسه بذكر، أو يشغل نفسه حتى بقراءة قرآن سرا، وبعدين بعد كده يشوف وقف فين ويجهر من حيث وقف. إذا كان هو ليه ورده بقى، ما هو في ناس بتقرأ قرآنها من وردها بتاعها اللي هو الورد اللي مواظب عليه حسب السورة اللي هو بيقرأ فيه. فيبتدي مثلا هيقرأ سورة طه مثلا، فخلص آمين يقوم يقرأ في سره كده طه، ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والعلى. وبعدين يعلي صوته الرحمن وعلى العرش استوى له ما، يبتدي يجر بقى ويبقى شغلها بقراءته اللي هو ماشي بيه. يبقى ممكن يشغلها بقراءة، ممكن يشغلها بذكر، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله، بدعاء. المهم ما يقعدش ساكت كده إيه ويسيب نفسه فريسة للأوهام والمشاغل. والقراءة أولى، وطبعا القراءة أولى من الذكر والدعاء في السكتة دي، لأن وقت اللي بعد الفتحة هو وقت قراءة سورة، فيقوم يشغل نفسه من جنس المطلوب. فهو جنس المطلوب في الحالة دي إنه يقرأ قرآن، فإذا خيرنا بين دعاء وذكر وقراءة قرآن يعني، نقول له لا، اشغل نفسك بالقرآن أحسن. فمعنى السكوت فيها عدم الجهر، وإلا فلا يطلب السكوت حقيقة في الصلاة. يعني بيقول لك أي صمت بتحس إن الإمام فيه صوته مش طالع، دي في الحقيقة عدم الجهر مش عدم الكلام. لا، ده هو لا يجهر بس في اللحظات دي، لكن مش معنى كده ما بيقولش حاجة، ممكن يشغل نفسه، لأن الصلاة أصلا مبناها الدعاء ومبناها الذكر، فلا صمت فيها، مش كده برضو؟ لا صمت في الصلاة أصلا. وتحصل الاستعاذة بقى إيه ألفاظها اللي يقولها، وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ. قيده أكثر شراح الشاطبية بما إذا كان واردا، قال بعضهم وهو غير بعيد، لكن الظاهر أنه بالنسبة لأصل الكمال، وإلا فأصل السنة يحصل بأي صيغة كانت وإن لم تكن واردة، كما هو مقتضى إطلاق الشارح. يبقى تحصل الاستعاذة بأي لفظ، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالكريم، أعوذ بالقهار، أعوذ بالجبار، أعوذ بالخالق، تمشي أي صيغة وإن كانت مش واردة، دي كلها صيغة مش واردة. الوارد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلا،
ده الوارد. والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الأفضل. الأفضل الصيغة الأفضل هي دي، لأن ربنا بيقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما تترجم القرآن تبقى كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي موافقة للفظ القرآن في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن بعض أصحابنا زيادة السميع العليم بعد أعوذ بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لخبر النساء في ذلك. ومعنى أعوذ بالله أعتصم به وألتجئ إليه وأستجير به. وقوله من الشيطان متعلق بأعوذ، تملي حرف الجر، الجر والمجرور يعني له تعلق بفعل إما مقدر أو مذكور، فهنا من الشيطان الجر والمجرور ده متعلق بأعوذ، يعني تعوذ من مين؟ من الشيطان، فعشان كده له تعلق بأعوذ بالفعل المذكور. وقوله من الشيطان متعلق بأعوذ، والشيطان اسم لكل متمرد، قيل المراد به الجنس الشيطان، الألف واللام هنا قيل أنها للجنس، أي جنس كل شيطان، جنس كل متمرد، أو للعهد اللي هو إبليس، مش كده برضه؟ يا إما للجنس يعني مطلق الشياطين كلها، وقيل إبليس اللي هي تبقى اسمها ألف واللام للعهد، ما هو الألف واللام قد تكون للجنس تشمل كلهم، زي ما تقول إيه المسلمين، فالألف واللام من لجنس المسلمين مثلا، الشيطان الألف واللام لجنس الشياطين، وقيل إبليس، وقيل القرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فكأنه ما يقول أعوذ بالله من الشيطان أي من قرين الشيطان الذي يوسوس به، يبقى تحتمل أن المراد بها جنس الشياطين، أو أنها تراد الشيطان المعهود وهو إبليس زعمهم، أو الشيطان الموكل بكل إنسان وهو قرينه، تحتمل كل المعاني دي. فهمت إزاي؟ وهو إما الشيطان دي جاية من شاطة إذا احترق، أو من شطنة إذا بعد عن الرحمة. لو شيطان جاءت من شاطة يبقى ممنوع من الصرف على وزن فعلان، مش كده برضو؟ تبقى الألف والنون دي زائدة وجاية من شاطة يعني احترق، ولو من شطنة تبقى إيه فيعال، تبقى شيطان على وزن فيعال، لأن تبقى النون أصلية وتبقى في الحالة دي مش هيبقى ممنوع من الصرف. خدت بالك؟ يا إما فيعال على وزن فيعال يعني من شطنة، أو على وزن فعلان يعني من شاطة، يبقى الشيطان تحتمل كده من شاطة أو شطنة. ومن شطنة إذا بعد عن الرحمة، يقول لك شطن يعني بعد لأنه بعيد عن رحمة الله. فهمت إزاي؟ فهو يحتمل والمعنيين متوفرين فيه، فهو محترق بإيه؟ بعذاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعله إمام لأهل النار، ولأنه مخلوق من النار، أو من شطن يعني بعد عن رحمة الله لأن الله سبحانه وتعالى طرده من رحمته، فيحتمل المعنيين والاثنين إيه صحيحان في حقه. وقوله الرجيم صفة للشيطان، أعوذ بالله من الشيطان اللي صفته إيه رجيم، أتى بها للذم والتحقير، ورجيم بمعنى مرجوم يعني فعيل بمعنى مفعول، زي رحيم، زي مثلا ايه حميد بمعنى محمود، حميد فعيل بمعنى محمود، ورجيم فعيل بمعنى مرجوم، ساعات يأتي فعيل بمعنى مفعول، ففعيل بمعنى مفعول لأنه مرجوم باللعنة، وإما بمعنى راجم، ففعيل بمعنى فاعل، لو بمعنى راجم يبقى رجيم بمعنى فاعل مش مفعول، يعني اسم فاعل لأنه راجم للناس بالوسوسة، كأنه قاعد بيرجم الناس بالوساوس اللي بيلقيها في قلوبهم تشغلهم، يبقى هو تنفع اسم فاعل وتنفع بدل عن اسم مفعول، إما وقعت عليه اللعنة فصار هو نفسه رجيم يبقى اسم مفعول، أو إنه هو نفسه بيرجم يعني بيلقي الوساوس في قلوب
إيه الإنسان حال عبادته حتى يشغله عن ذكر ربه. والجهر في موضعه، دي بقى إيه الهيئة، الهيئة اللي بعد الاستعاذة. احنا قلنا الاستعاذة بعد التوجه اللي هي هيئات الصلاة، اللي هي السنن في الصلاة التي لا يطلب لها عند نسيانها سجود السهو، منها دعاء التوجه، وبعدها الاستعاذة، وبعدها الجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار. دي سنن برضه، هيئات، يعني يجهر في موضع الجهر وإيه ويسر في موضع السر. والجهر في موضعه وهو الصبح وأولة المغرب والعشاء، مش كده برضه؟ والجمعة والعيدان، وحقه كان يزود التراويح، مش كده برضه؟ كان حقه يزودها. يلا، ما هو لازم يسيب لنا حاجة عشان نزود حاجة. ما هو قال لما تجد إنسان كامل، مهما كان عالم برضه تفوته حاجة كده، ما يجراش حاجة. وأنت نفسك لو حاولت تتعلم وتبقى علامة كبير وتيجي تشرح حاجة برضه لازم تفوتك حاجة، لأن طبع الإنسان كده. ولما أنت نفسك تعمل حاجة وتيجي تراجعها بعد سنة واتنين تزود عليها حاجة، تملي تزود عليها حاجات، كل ما تراجع طبيعة الإنسان كده. يعني مش نقص فيه، ده طبيعة الإنسان، لكن دول علماء ربنا يكرمهم عنا ويجزيهم عنا خير الجزاء. يبقى والجهر أي بالقراءة لغير مأموم من إمام ومنفرد. يبقى الجهر مطلوب من الإمام ومن المنفرد، لكن مش من المأموم. فهمت إزاي؟ المأموم ما بيجهرش. لو كنت بتصلي منفرد لوحدك المغرب تجهر برضه في الركعتين، ولو كنت بتصلي إمام بتجهر. يبقى للمأموم وللمنفرد. أما للإمام والمنفرد. أما المأموم فيسن في حقه الإصرار، ومحل الجهر في حق المرأة والخنثى. طب والجهر سنة للمرأة كمان في صلاتها زي الرجل؟ آه، لو بتصلي في حتة هي لا يسمعها فيها رجل أجنبي، بتصلي في أوضة النوم بتاعتها محدش معاها غير جوزها وأولادها، تجهر ما يجراش حاجة. يبقى حيث لا يسمعها أجنبي يبقى يسن لها الجهر أيضا. لكن لو بتصلي في مكان يسمعها أجنبي يبقى يسن لها الإصرار حتى في موضع الجهر، لأن مبنى المرأة على الستر، مش كده برضه؟ والخنثى حكم حكم المرأة، لأن الخنثى اللي هو مش متبين ده راجل ولا ست، فاحتياطا نعامله معاملة الست، ده الخنثى اللي هو غير متبين. ومحل الجهر في حق المرأة والخنثى حيث لم يسمع أجنبي، وإلا فيسن لهما الإصرار، ويسن إصرار الأنثى بحضرة الخنثى. ولو واحدة امرأة بتصلي في وجود خنثى تقوم تسر برضه، لا يكون الخنثى ده يطلع راجل احتياط، ما هو يمكن يروح يعمل عملية تجميل ويبقى راجل بعد ما كان حميدة بقى اسمه أحمد. بتحصل، مش أنت بتقرأ حاجات زي دي في الجرايد؟ يعني بتحصل. فالأحسن الاحتياط مع الخنثى، كمان ما تظهرش عورتها، ما تعملوش معاملة إن هو بقى ست زيها، بقى تقلع تغير هدومها قدامها وبتاع، وبعد سنة اتنين يعمل عملية بقى راجل، ملهاش لازم تبقى اتضربت مقلب دي. فيبقى الايه، تعامل الخنثى على انه راجل احتياط، والراجل يعامل الخنثى على انه امراه احتياط، ما يبحلقش في وشه، ما يخلوش بيه خلوه مع اجنبيه. يبقى الراجل يعامل الخنثى احتياطا. طب ويورث ازاي؟ لو ابوه مات يورثه ذكر ولا انثى؟ يشوفه بيبول من اي عضو، البول طالع من عضو الذكوره ولا عضو الانوثه، ويورثوه على حسب البول. لو البول ماشي من عضو الذكورة يورث ذكر، لو البول ماشي من عضو الأنوثة يورث أنثى. فهمت إزاي؟ أتبعوا الميراث البول، الحديث كده، أتبعوا الميراث البول. فيشوفوه هو بيتبول من أي جهة، وجهة البول اللي هتحدد نصيبه في الإرث. فهمت بقى الطريقة؟ في حاجات سهلة، يعني إيه لازم كل فقيه يبقى في مثل إيه الحاجات دي سهلة في ذهنه، يوم يعرف إيه لما تطرأ عليه، لأنه إن كانت نادرة إلا إنها بتحصل أحيانا. ويسن إصرار الأنثى بحضرة الخنثى لاحتمال ذكورته، وكذلك إصرار الخنثى بحضرة الإيه؟ بحضرة الخنثى. لو اتنين خنثى مع بعض برضه يسنوا، لأحسن يطلع التاني راجل ولا حاجة، أو يطلع ست ما يعرفش، لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني. وعلم من ذلك أن الخنثى كالمرأة يجهر بحضرة النساء، ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى، حيث قال يسر بحضرة الرجال والنساء. قال الرملي والزيادي والظاهر أنه لا مخالف، لأن مراد أنه يسر بحضرة الرجال
والنساء معا، فلا ينافي أنه يجهر بحضرة النساء فقط. يعني بيقول إن رواية المجموع ما فيهاش خطأ، ده يقصد يسر في حضرة الرجال والنساء لو كان في رجال ونساء مع بعض، لكن كلامه ما بيتكلمش على النساء فقط. ما أنت لازم تأول كلام المشايخ على معنى صحيح عشان ما تخطئهمش، هذه الحكاية، فهمت؟ فهو بيأول معنى كلام الإمام النووي في مجموع شرح المهذب بطريقة صحيحة لما بيقول ويسر في حضرة الرجال والنساء، في حين أنه ممكن يعني يظهر في حضرة النساء، مش كده برضو؟ يبقى نفهم كلام الإمام النووي أنه يقصد لو كان الرجال والنساء حاضرين في إيه، في مجلس واحد، يبقى في الحالة دي حيسر. ويحرم الجهر عند من يتأذى به، يحرم بقى. افرض أنت يسن لك أنك تجهر، لكن حتجهر وجنبك راجل عيان دماغه وجعان وبيقول لك مش عايز أسمع صوت حد دلوقتي، تيجي كمان تقرأ تخليه بقى يحب فيك ويحب في القرآن ويحب. ليه تركبه ذنب؟ تيجي تقرأ قرآن يقوم يقول لك كفاية بقى وجع دماغ. الله، طب انت ليه ركبته ذنب؟ يقول على القرآن وجع دماغ، هو بيقول على صوتك انت، وبعد الصلاة تقول له يا اخي انت كفرت، تقول على القرآن وجع، هو بيقول على صوتك انت مش على القرآن، تركبه تهمة زي ما لهاش لازم. انت شايف واحد نايم، لو عليت صوتك هيصحى من النوم، هو تعبان مرهق، يبقى تسر، لان الاسلام كله ذوق وحلاوه كده واخلاق حلوه. انما اي حاجه مخالفه للاخلاق الحلوه هتلاقيها مش اسلام، مش كده برضو؟ اي حاجه، حتى انت لو عرفت كده المعلومه دي ومشيت في الدنيا بحلاوه، اي حاجه فيها ذوق حلو اعرف ان الاسلام حث عليه اجمالا كده بدون ما تبحث عن دليل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اجمالا كده صلى الله عليه وسلم. فاي اخلاق حلوه يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحرم الجهر عند من يتاذى به، واعتمد بعضهم انه يكره فقط، بعضهم قالوا لا يكره بس، لكن لا يحرم. ولعله محمول على ما اذا لم يتحقق التاذي، يعني اللي قالوا مكروه قال لك لو هو مش عارف هيتاذى ده ولا مش هيتاذى فيبقى مكروه، لكن لو هو متاكد انه هيتاذى يبقى يحرم في حقه، فهمت ازاي؟ عشان تمشي الكلام، فلو سمعت يكره يبقى يقصد إذا لم يتحقق التأذي، ويحرم يعني إذا تحقق التأذي. ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار، في نوافل الليل بقى صلاة قيام الليل التوسط كده، لا تجهر يعني تصحي النايمين ولا تسر خالص بحيث تنيم نفسك كمان، يعني كده التوسط كويس عشان تنشط نفسك وفي نفس الوقت ما تقلقش اللي إيه اللي معاك. ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما، كمطالع العلم، واحد قاعد بيذاكر جنبك وعنده امتحان بكرة، مش داعي بقى تقعد تضايقه وتقعد تعلي صوتك بصلاة طويلة وهو عنده امتحان بكرة، خلي برضه يعني إيه في عينك حصوة ملح واقرأ كده بالراحة، إلا لو عارف إن هو ما بيتضايقش خلاص من خلال خبرتك معه وصديقك، ويقول لك ما يجراش حاجة علي صوتك أنا ما بتضايقش، ده أنا بذاكر أصلا على الراديو ما بيهمنيش، في ناس كده، فيبقى خلاص هو أذن لك وانت عارف انه ما بيدويش يبقى يجهر بحر. وحد الجهر ان يزيد على سماع نفسه بحيث يسمع من يقربه، حد الجهر ايه؟ انه يدوب يسمع القريب منه مش يسمع الشارع اللي بعده، لانه ده يسموه بيجعر مش بيجهر بقى، خد بالك، انما يجهر يعني ايه؟ يعني يدوب يسمع اللي حواليه كده زي ما بنتكلم كده مع بعض، ده حد الجهر. والإصرار انه يسمع نفسه، ما يكفيش تحريك اللسان بدون ما يسمع نفسه، دي مش قراءة، لو قرأ الفتحة بالطريقة دي صلاته بطلة، لأن في ناس احنا بنشوفهم تلاقيه يقول الله أكبر وقافل بقه كده، واقف شوية كده وبعدين الله أكبر ويركع وقافل بقه، وبعدين تيجي تقول له أنت ما بتقراش، يقول لك لا بقى كل حاجة في قلبي، ما ينفعش، دي مش قراية، دي صلاته بطلة، لأنه لم يقرأ، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولا يسمى حديث النفس قراءة. القراءة عند لغة العرب هو أن يسمع الإنسان نفسه أدناه، مش كده برضه؟ وإحنا بنفهم كلام النبي بالعربي لأن النبي عربي ويكلم الناس بالعربي، فحديث النفس ما اسموش قراءة، فهمت بقى إزاي؟ يبقى عشان كده أقل الإصرار أن يسمع نفسه أهو. الله أكبر، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، أنت مستمع كتير لكن أنا سامع نفسي، يبقى ده هو ده القراءة في الإصرار، إنها مش كده الله أكبر وبعدين أجري الكلام على قلبي، إلا لو أصابوا عقب في لسانه جاله جلطة ولا حاجة، ربنا يسلمنا جميعا، ما بقاش عارف ينطق مسكين، يبقى ساعتها يجري الفاتحة على قلبه صلاته صحيحة لعجزه، فهم؟ إنما طالما قادر يبقى إيه، يقرأ يعني يسمع نفسه. ولا يكفي تحريك لسانه من غير تحريك لسانه من غير إسماع
ما يكفيش تحريك لسانه من غير ما يسمع نفسه، ما يكفيش. قال بعضهم والتوسط يعرف بالمقايسة بهما، بأن يزيد على ما يسمع نفسه ولا يصل لإسماع غيره. التوسط إن هو إيه، يزود شوية عن إسماع نفسه، لكن في نفس الوقت اللي قاعد بعيد عنه مش باتنين تلاتة متر كده ما يسمعوش، يبقى التوسط يعني يقيسه بالطريقة دي. قال الزركشي والأحسن في تفسيره، يعني في تفسير التوسط، الأحسن أن يجهر تارة ويسر أخرى، ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك لعدم تعقل الواسطة بينهما على تفسيرهما السابق. يعني ممكن الواحد برضه في صلاة الليل يقرأ شوية كده يسمع من بجواره، وشوية يقرأ كده في سره لا يريح نفسه شوية، وهكذا. يعني يبقى أدي كلام الزركشي، يعني يقول لك التوسط إن شوية يجهر وشوية يسر وخلاص، لكن يقعد يظبط صوته كده والتون بتاعه بين ده وده، عملية برضه قد ترهقه، ما يعرفش يضبطها بعض الناس، وبعض الناس حنجرته ما يعرفش هو يظبطها بالطريقة دي، صعبة، لأن في ناس حنجرتهم زي حالات. أنا مثلا عندي حنجرتي ما أعرفش أنا أظبطها، لا أعرف أزعق قوي ولا أعرف أوطيها قوي. في ناس طبيعتها كده، مثلا عنده مرض في الأحبال الصوتية، عنده شيء من هذا، فيصعب عليه مثل هذا. والحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله، الحكمة في ذلك يعني في الجهر أحيانا والإصرار أحيانا، الحكمة في كده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن في الصلوات كلها، كان يجهر في الصلوات كلها، وكان المشركون يسبون من أنزله ومن أنزل عليه، فأنزل الله تعالى. أول ما المشركين يسمعوا النبي بيجهر في الصلاة يقوموا يسبوا إيه؟ من أنزل القرآن ومن أنزل عليه، لأنهم المشركين ولالة الأدب، كفار ولالة الأدب. فلما نزلت القرآن إيه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيل. فالنبي اختار بعض الصلوات للجهر وبعض الصلوات للإصرار، فهمت إزاي؟ أدل. فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، أي طريقا وسطا، فلا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، بل اجهر في البعض وخافت في البعض. وقول في موضعه أي الجهر، وإذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار كره إلا لعذر. يبقى في موضعه يعني في الأوقات اللي احنا قلناها، في الركعتين ركعتي الصبح، فرض الصبح، وركعتين الأولين من المغرب، وركعتين الأولين من العشاء، وفي فرض صلاة الجمعة، وفي صلاة العيدين، وفي صلاة التراويح، كويس، يجهر فيه، ده في موضعه. طب افرض أسر في موضعه، يكره بس لكن الصلاة صحيحة إلا لعذر، فهمت؟ إلا لعذر، لو في عذر أسر لعذر يبقى لا كراهة. ولو جهر في موضع الإصرار، جه في صلاة الظهر راح جهر، برضه يكره إلا لعذر، لأنه مثلا لما بيسر بيسرح خالص، بيلاقي نفسه مش عارف يقول الفتحة، أصابه كده عدم تركيز في ذهنه، فما بيعرفش يركز يقرأ الفتحة بالترتيب كده إلا إذا جهر عشان يسمع نفسه، بس يبقى عنده عذر، نقول له ما جراش حاجة، سيبه هو الراجل كده علشان إيه، أصابه مرض أو شيء من هذا. يبقى في الحالات اللي زي دي، لكن الصلاة صحيحة على كل حال، يعني لو جهر في موضع الإصرار أسر في موضع الجهر، الصلاة صحيحة في كل حال، ولا يطلب سجود السهو. وهو الصبح وأولاة المغرب والعشاء والجمعة والعيدين، عبارته تفيد حصر موضع الجهر فيما ذكره وليس بسديد، إذ بقي منه الاستسقاء ولو نهارا، أي صلاة الاستسقاء كمان بيجهر فيها ولو نهارا، وصلاة خسوف القمر لأنها ليلية، والتراويح، ووتر رمضان، وركعة الطواف ليلا أو وقت الصبح، والعبرة في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء. طب أنت بتقضي العشاء تجهر، تشوف هتقضي العشاء في النهار يبقى تسر، لو بتقضي العشاء في الليل تجهر. طب هتقضي صلاة الصبح، صلاة الظهر هتقضيها بالليل تجهر، ولو هتقضيها بالنهار تسر كالعادة. يبقى العبرة بوقت إيه؟ أداء الصلاة بوقت القضاء لا بمسمى الصلاة، فهمت إزاي؟ يعني أنا لو بصلي الصبح بعد طلوع الشمس لأن راحت علي نومة، هصلي ركعتين ما جهرش فيهم لأنها صلاة سران في النهار، لأن العبرة بوقت إيه؟ القضاء لا
بإيه؟ بمسمى الصلاة نفسها، لأن والعبرة في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء، فيجهر في قضاء الظهر مثلا ليلا، ويسر في قضاء العشاء مثلا نهارا، أو علم من ذلك أنه لو أدرك ركعة من الصبح في وقتها والأخرى خارجة. افرض أنت بتدرك ركعة في الصبح قبل طلوع الشمس، وبعدين ركعة تانية بعد طلوع الشمس، يبقى هتجهر في الركعة الأولى وتسر في الركعة التانية. كويس؟ جهر في الأولى وأسر في الثانية. نعم، يجهر الإمام فيها بالقنوط، ولو كان إمام يجي في الثانية يجهر بالقنوط، اللي هو القنوط اللي هو الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، يجهر فيه. قال الأزرعي: ويشبه أن يلحق بالفريضة العيد، فالعبرة فيه بالقضاء لا بالأداء. والمعتمد خلافه، فالعبرة فيه بالأداء لا بالقضاء، عملا بقاعدة أن القضاء يحجي الأداء، لكن الفريضة خرجت لدليل. يعني قال لك في العيد في قاعدة أن القضاء يحجي الأداء بالضبط، دي قاعدة عندنا، ويستثنى الفريضة. في قاعدة عندنا كده أن القضاء يبقى زي الأداء في الصورة بالضبط، لكن استثنينا الفريضة لورود أدلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلوات النهارية لا يجهر، فاستثنيناه. فهمت إزاي؟ لكن الفريضة خرجت لدليل، ونظرا لكون الشرع ورد بالجهر في صلاة العيد في محل الإصرار، صلاة العيد نهارية بعد طلوع الشمس، والشرع جاء بالجهر فيها، يبقى لما يقضي صلاة العيد يجهر فيها برضه حتى لو بالنهار. فهمت بقى إزاي؟ فلا تغير عما وردت عليه، بل تستصحب كما وردت. الصبح، ونقف عند هذا الحد، والأذان على فكرة الأذان، ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.